ايش بما دوره كذا يا عبد الرزاق عباس؟ لا تاخروا بسرعه. خلاص ابوي جاهزين. يلا يلا ابوي جاهزين. جاهزين ها؟ خلاص يلا يا ابوي روح، هاي تاخر. يلا الله يوفقكم ان شاء الله. يلا مع السلامه. يلا الله يوفقكم ان شاء الله. شوف حطيت لك فلوس في درج السياره عبي بنزين ها؟ واذا قبضت اخر الشهر رجعها لابوك ها؟ عشان نرجعها تحت الفرشه. يلا روح. ما انا مصدق احس البيت فضي علي. الله يوفقكم يا عبوسي ورزوقي. الله يوفقكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله البيت ملي علي، ايش ما فضي ما دام هذا البطريق اللي في البيت عايش. ايش اشتغل التوم حق البيت كم ساعه؟ ايش ما في دبه بعدين عبي دبه المويه هاي رح. بعدين ودحين ما فاضي بروح انام. بروح انام اقول لك. شوف السروال شانق وشنق كأنه برميل زبالة متحرك. أدوزك عباس فين راحوا؟ أدوزك عباس تروكي 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 قوم قوم بس قوم قوم قوم. ايش فيه؟ جبني هنا. ما جبني أنا. عبد السلام فين؟ السلام فين عباس وعبد الرزاق؟ فينهم؟ ما انت كم ما تدري عنهم؟ فين راحوا؟ انا رايح معاك. ايش فيك انت؟ اخطبوا اخطبوا من سيفهم. بسم الله. خير روح هناك. اصبر 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 عليهم دقيقه. ابويا خالد. بسم الله الرحمن. فترك العقل قومز جاني. ايش بك تحبي زي الحمار كذا؟ عندي سؤال سؤال مهم مهم مهم. الله اسئلته زي وجهه. ايش طبخت؟ ايش سويت؟ لا مو طبخ ما هو ممكن. عبد الرزاق عباس فين اختفوا؟ إيه. طلعهم راحوا مشوار ان شاء الله. ليش؟ بعد 8 ساعات يرجعوا. ليه ما كلمتني؟ ليه ما كلمتني؟ واكلمك ليه؟ ولي امري انت يا اخوي؟ انا اروح معاهم صحيح اروح معاهم. فين راحوا؟ مالك صلاح؟ راحوا مكان لا يعلم به الا الله عز وجل. انا كمان بعلم به. فينه؟ انت اخر ما لا يعلم. روح انخمد. روح 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 اشنق السروال كذا وانخمد. روح مين خالد يقول لي بسرعه بروح معاهم؟ فين خالد؟ فين عبد الرزاق عباس؟ راحوا مكان الحين نروح لهم نحن خلاص. فل بري والله خشمه كده طلع زي نقار الخشب يقلب ها 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 وينقر ام الشاشه الحين. هيا قوم قوم خلينا نروح. شفت تسوي شيطنه مدسك عبد السلام. رايحين مكان محترم ترى. طيب يلا يلا قوم يلا روح يلا روح لهم يلا. طب اصبر شويه. متى نروح؟ قوم البس يلا قوم. يس ايش نقصروا؟ طيب ايش نقول؟ ايوه ان شاء الله ايش نقصروا؟ هذا اسمه قشخه هذا اسمه شنقه ان شاء الله علك نجفه هنا في امشي روح فارق اهو امشي. طيب قوم انت. طيب روح انت اول شيء. شوف شكله كيف. ايش بك يا ور كذا مكشر مكتوم على الصامت؟ اهرش فرفش بلا في شيطانك. خالد تبع العالم لك لما انا كنت ساكت تخليني اتكلم ولما اتكلم تخليني اتكلم. ايش فيك كذا انفجرت فجأة؟ بقيت الله يبوق وجهك. ايش سوانا؟ ما قلنا شيء ترى. ايش يا ابوي اسمع اسمع لي مو عاجبك والله. ارمي نفسي من الطاقة. ها ها ارمي نفسي من الطاقة. ارمي نفسك وريحنا. لا ما برمي نفسي. شوف انك في برميل زبالة يا نطع. لا 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 انا دحين ولا في شيطانك ساكت منكشر الله. شاوي شيء غني حاجة فرفشنا شوية. اقدر اغني يلا والله عندي اغنية حلوة. شوية اسمع الاغنية دي. هاي هات ارسل له. انا انسان لي احساس املك دوما خمس حواس بالانفي اشم الوردة بيدي المس وجه الجدة بالعينين ارى الاحلام تخفق في امن وسلام بالعينين ارى الاعلام تخفق في امن وسلام يا الله. بالاذنين اسمع تغريد العصفور وهو يحلق فوق الدور بلساني اتذوق حلوة وبها جسمي يصبح اقوى. تبي لخان بالحلاوه جسمك يصير قوي. ايوه شكل حلاوه شاميه دي طحينيه حلاوه طحينيه وتصير قوي. يا مو
امي منك، كنت اضرب من الحلاوه هذه ولا سكر تلفع ولا شيء. ايش بتسوي خالي؟ الحين بالراس ابغى وصلنا يا وصلنا يا فل برفع ايوه نحطه بالراوس احسن. انا ليش تحطه بالراوس؟ للطائر يا ولدي. اي حاله طائر يا جيم؟ سبع عبد الرزاق جاهز. اه طيب حلو. ابغى افك هذا. كيف افكه؟ ايش تفك من هنا؟ من هنا اصبر. الله تعالى لحظه. وصلنا الحمد لله. ليش ما تكفي؟ ايش الحزام هذا اللي ذا الاخطبوط؟ دق الزر يا ايش بك انت؟ ايش بك؟ دق الزر دق الطار خلي الملعب ما هي خالف. انا اليوم على الوحدة انا بخرج. ما شاء الله حيوان عبد السلام جنون ما نبغى. خالي ايش هذا؟ هذا محل يا كفي يفتح النفس. اهدى مش رح يتاخر. كفي سكافة تنشطك 24 ساعة ما تنخل. قهوة ايش فيه؟ بس ابو الحمام يفتح ما تفلت الا هنا ده. ابو الحمام 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 ما ادري شو في برحه ورا هناك. روح افرطها الله يخرب وجهك. الحمام بسم الله. ايش بك؟ ايش فيه؟ كاني سمعت صوت عبد السلام. عبد السلام شكلك تحلم. من دجي ابو عبد السلام هنا؟ والله كاني سمعت. ايوه عبد السلام اصلا البيت بعيد. دجي ابو هنا. شو الريحة دي؟ شو الريحة؟ بس خلاص. الريحة مو غريب علي. لا لا والله مستحيل مستحيل. هو مستحيل. رتب البيتشر بسرعة قبل الزبال اللي يجوا. غفرانك. عباس شوف من جاء. هذا الشاب الدب. شوف جاء خارج. يبرز التاج. رز الدجاج والله فلت في احسن من الرز. اصبر والله فلت. حق احملها وافشخ راسك بهذا. ايش هذا؟ مناديل خالي. انت ما عمرك شوف شيء؟ على قول المثل اللي ما شاف شيء شاف ايش؟ شاف راسه. شاف راسه. يا جد الحين في تبغى اكل جيعان انت؟ ماني جيعان اكل. احسن من رز الدجاج. ايش هو؟ الحين اجيك. يا هلا والله بابويا. شوف جاك عبد الرزاق وعباس. هلا بابا ايش سووا هنا ذولي؟ تفضل هات الحين اقول لك المنيو كامل. حبيبي والله يا ولدي. يا ولدي انا جيت ابى اشوفكم كيف الدوام معاكم الشغل مرتاحين ان شاء الله؟ الحمد لله. ايه دوام ايش؟ امشي انا ما ابغى شيء وارتاح. والله دوام ايش؟ امشي جيب اكل تجي جيب كل المنيو كل شيء تدرينه. سهل وجهك. اسكت اسكت. انت مطعم بخاري قاعد اول شيء شغالين هنا هم. ايوه اشتغلوا هنا. ايوه وكل هذا عندهم صح؟ ايوه جيبوه كله. ابوي لا يتعشت معك ليه بالضحله؟ اخليه في البيت يحقق لي البيت. تبغاه لازم يحقق المحاطب الحين. يلا حلو هذا البيت يا ولد. فين ننام في الشارع بعدين؟ بالضحله ما يفضحنا. شوف 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 كل شيء قاعد اشوفه. سلام صوت حلقه. اسكت. السلام. عشان ابوي بس وقسم بالله عشان ولا عشان امي كمان. خلاص عبد الرزاق انصراف خلاص المره هذه زي ما قلت انا اروح على المطبخ. خلاص روح وانت طق هنا طق. طيب يا عبد السلام شغلك في البيت ان شاء الله. روح عشان ابوي بس. روح هناك شرد خايف مني. خالي شوف كيف مهجن مهجن ولدك الكبير. انا ابوي ايش رايك تطلع فوق ابوي؟ اه بتصرفنا الجلسات هنا كويسه. بتصرفنا صح؟ لا ما اصرفكم عشان ترتاحوا فوق. انت ما تهرج بشويش زي الحمار تصرخ على طول. يلا نطلع فوق. يلا امشي يا ولد. يلا انا بشيل الكرسي ده معايا. ابوي خليني في الكرسي احسن. بعد السلام الكرسي احسن. خلاص انت بتشيل. يلا امشي امشي خلاص امشي. يا والله تهدر كوفي علينا. ابو يا عبد السلام والله فله هذا على البحر زي البحر. ايش
شلون انا كبتني انا؟ ولا عبد السلام ما عنده مقادم تحت. فله على البحر. انا على البحر جالس. فله ليش على البحر؟ يا عبد السلام شوف بالطيب تعال اقعد هنا ترى ما في اكل ما حنخلي لك ولا شيء هيقوم بالطيب هنا ايش بدي رزق ده ما تسوي لك الله يرضيكم تعالوا ايش بتسوي ايش بتسوي ارجع من برا ما شاء الله في مطبخ البيت اندومي ما تسوي وش ايش شو تبغى ما تسوي جاي هنا تسوي طباخ لا اطلع يا الله شفتك بترسم شفتك بترسم انا اعرفها دائما اشوفها اصبر اصبر دقيقة لا مالك شغل ترى فنانة اصبر استنى لا تكب يا استنى شوف شوف احسن رسمة احسن رسمة في التاريخ اصبر والله زي السليك سويته اصبر الله سيب سيب اكو شلت نطلع ليش تقول الناس اطلع بسرعة طلع تعبت خلاص عبد السلام روقنا انا اول مره اشوف في ولد شوربه عدس فيها رغوه والله حركات شكلكم حطيتوها في الخلاط شكلكم بسم الله الرحمن الرحيم يا ابوي هذا سبانيش لاتيه مو شوربه عدس والله يا ولدي مو سبانيش معدوس يا ولد هذا ايش هذا بعد ما فرمت تسال ايش كرانشي كيك ذا كرانشي كيك هذا يا عبد السلام ايش قاعد تسوي ايش هو ذا كيف ايش برضه ايش يعني ذا دونات هذا يفترك عبد السلام هدي شوية شوية اصبر الضربة قاضية يا ابوي دبلها خليه ياكل وهذا ايش هو ابوي قلت لك لا باكل كله هو هذا كيك بالعسل كيك بالعسل ذا يا ابوي يا ابوي ايش عبد السلام ضحي مو ضحي ايش عبد السلام مو ضحي عبد السلام ياكل خلاص انت كمان ابوي ليش جبته والله حتضارب معي ابوي هذا ايش تذكر هذا ايش هو ذا يا ابوي تاكل كل شيء بالغلط خبي عبد الرزاق في تحت حالة كبيرة روكي ابو يلا انت ايش بك انت اي ايش رايك اجيب لك الكوفي كامل ويا ابو يقدر شغال صح اخدم ابوك بس بالله بالتبسي انطم ابو يا مان رزاق اسمع علي اخسرك منه ماني جايب لي اصلا روح شوف شغلك بعد انا افرجك خلاص لا تتعب نفسك انا انزل بنفسي السلام خليك السلام تعال 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 محمد محمد
شد عضلي شد عضلي شد عضلي. لحن يسوي زينا. ايوه نصيحه لكل الناس، لحن يسوي زينا. كنا نسوي ناس كنا مدربين وكان في موظف هو يظبط الدخان ده، لحن يسوي زينا. وانا تصفيه اه تصفيه حريقه ايوه مخرجة مصور حريقه حريقه ما صار شيء مو نحن اصبعي من لحظه تحرك كل شيء اوكي ايش سووه لا حد يسوي زينا لا حد يسوي زينا واذا قبضت اخر الشهر رجعها لابوك ها عشان نرجعها تحت الفرشه يلا روح يعني صدقت ما اقول لا خالي بخير حطوا لك الفرشه صح كلام استنوا استنوا اكشن يا اوكي